احكي معه، يلا احكي لشوف مين هاد. ما عملت شيء، انا ما عملت شيء. كيف بتاخدي؟ يا رب. كانت عم تبكي وقت مرت عمي قالت لها ما في. إذا بدك ما بروح. لا أنا منيحة. كيف يعني منيحة؟ ما عم تاخدي أدويتك ولا عم تهتمي بحالك، كيف رح تكوني منيحة؟ ستي رح تتضايق. رح تتضايق؟ طيب رح أخدك على الدكتور بالسر. بس ستي. شو ستي؟ رح نروح المساء وانتهى الحديث ماشي؟ لازم امشي هلا. انتبهي على حالك. سلام. انا سمعت منها اول مره وقت ولاده حمزه، بس عملت اللي بدي اياه وقت رومي. ليكي بنتي ما حدا بحس بالوجع غير صاحبه. يلا يلا لشوف، خدي الدواء هلا قدامي والمسا بتاخدي الدواء الثاني، اتفقنا؟ لا تنسي تاخدي الدواء الثاني المسا، ماشي؟ هاي شو بدي أقول؟ ما لازم حدا يعرف بهذا الموضوع. ولا حتى حمزة؟ إيه ولا حتى حمزة، لأنه هو رح يخبر ستك بكل شيء، وقتها أنا مثل العادة رح أتبهدل بهدلة كبيرة. خدي، لا تنسي تاخدي وحدة المساء. بدك شاي؟ لا أنت كلي، بس بدي بصب لحالي. إيه إيه تركي، يلا كلي حلو، أنا حضرته مشاني. ستي وجع ما عم بيخف. هي وصفة تقليدية لهيك رح تاخد وقت، لا تاكل هم أبدا. إذا أنتي مو قدرانة تاكلي شغلات تقيلة، شو رأيك اسلق لك بيضة بنتي؟ لا لا عمتي مو على كيفك. لا عمتي صدقيني أنا منيحة. أنت مين؟ معك خرم، سمعتي باسمي؟ لا تتصل مرة ثانية. لا تسكري الخط، على الأقل خليني بارك لك. كل أحزانك مضت ورح تقابلي أبوكي أكيد، وهذا حمزة مجنون فيكي فعلا، والشي الأهم إنك رح تصيري أم عن قريب. بس حابب أعرف شغلة، شو رح تقولي لابنك بس تعرفيه عليه؟ لا تقلي له يقلي عمي، لأني ما رح أقدر أتحمل. ماشي هيك بكفي لليوم. يا هلا حمزة، أهلا وسهلا. ما قدرتي ترتاحي؟ أنا جبت الدكتور. ليكي مانك قدراني تمشي، لازم نطمن. ستي رح تتضايق. هذا الوش اللي عم يتحمل الوجع ما خلاني ارتاح ابدا، ولا حتى لفتره قصيره. لازم اجيب الدكتور. دكتوره هي عم بتعاني من مشكله بالمشي، شو سبب هذا الوجع؟ هذا الوجع ما له علاقه بوضعها ابدا، بس يمكن مرتك حملت وزن زايد، او يمكن ايه ممكن يكون خطير عليكي. ما حدا خبرك بهالشي؟ على كل حال قلي لي، اخذتي اي دواء او مسكن او ابره بس ان وجعتي؟ لا ابدا. بلا. شو اسم الدواء؟ ما بعرف اسمه بالضبط، بس فيكي تشوفي هو هنيك عندك. اعطيني اياه. هنيك. لا تقلقي. ايه هاد. ايه هذا هو هاد. شو؟ انت اخدتي من هذا الدواء؟ يا ربي، من وين جبتي هذا الدواء؟ مين جاب لك اياه؟ وكم حبة اخدتي منه لحد اليوم؟
شو بيعمل هذا الدواء؟ هالشي بيشكل خطر على الطفل. ما عملت شي، أنا ما عملت شي. كيف بتاخدي هالأدوية وبدون ما تسأليني؟ لا ما ممكن انضرني، ليش هيك عطتني؟ ليش عطتني هالأدوية؟ ليش؟ أنا ما عملت إلا شي. مين اللي أعطاكي إياها؟ يعني لسه ما عرفت. بعد هلا هلا. لهيك عملت خطة ذكية لتمهد لطريقة. تتذكر؟ تتذكر كيف كانت عم تبكي وقت مرت عمي قالت لها ما فيها تروح لأي مكان؟ وهلأ عم تلوميني لإلي؟ إلي أنا؟ لا حمزة، ليش لحتى أخذهم؟ أصلاً أنا كيف شفتها من الأساس؟ لا، أنت ما عم تفهم علي. أنت مفكرني عم كذب، بس أنا ما عم كذب أبداً. أنا ما عم كذب. هي عملت هيك فيني طول حياتي كلها. أمك هي أقسى وأسوأ مرة في العالم كله. هلا إذا بتحكي هاي الكلمات السيئة مرة تانية على أمي وقتها ما رح يكون في حدا أسوأ مني، فهماني؟ أنت ليش هيك عم تطلع فيني كأني مو عاجبتك؟ لو كان في حدا تاني مكاني لكان فكر نفس الشي. أساساً أنت سجلك السابق مليان بأحداث بتخجل. تتذكري حشمة الله؟ إجا وراكي على البيت بدون ما يخجل. أنت عم تاخدي مواقف؟ بالمناسبة أنا إيدي كتير تقيلة وبتأذيكي، بس حمزة كان لازم يضربك ويعمل لك قتلة مرتبة وغير شكل. حمزة؟ حمزة تعالي شوي. أي ستي؟ خد هلا على الدكتور، ما بعرف شو بها، يمكن عم تعاني من تشنجات، وإلا زيتي ظريف ومفعوله بيشتغل مثل السحر. لا ستي أنا منيحة. لا طبعا مانك منيحة أبدا. حمزة خدها معك على الدكتور. لا ستي أنا ما بدي روح معه. ليش؟ شو أنتو تخانقتوا من جديد؟ عن جد؟ لا لا ستي عادي. ستي المساواة شرط أساسي للخناقة، ما في منافس أقوى، بس في فريق تاني وله سيطرة. بعدي عني. هلا اعتذري من أمي، قلت لك اعتذري منها. لا لا مو مشكلة ابني، نحنا ما فينا نطلب من أي حدا يحترمنا بالقوة صح؟ هلا ما سمعتي شو قلت لك اعتذري لشوف. لا ما رح اعتذر، انت ما فيك تغصبني ابدا. غصبتني اسكت وقت صرخت بوشي اذا بتتذكر، واذا كنت رح تعملها مره تانية فرح ابلش احكي شغلات على مزاجك انت، بس ما رح اغير كلامي القديم ابدا. هي عطتني هذا الدواء. انا ما توقعت هيك شيء منك. كنتي عم تاخدي الادويه لحتى ابني يموت، وهلا جاي تتهميها لامي؟ ما بتخجلي من حالك؟ خلاص أمي، شو هذا اللي عم تعملي؟ أنا ما بقبل بأي اتهام، وهلا مستحيل تعمل هيك. أنا بوثق فيها ثقة كاملة، مستحيل تخون حدا. اتهام؟ أنت بتعرفي لهذا الشاب؟ يلا احكي لهم، هلا ما بتكذب ما هيك؟ هلا دايما بتحكي الحقيقة. بكفي. هلا بكفي تختبري صبري هيك كتير علي. بدي جواب على سؤالي هلا. خالق ليلي شو كل هالدراما هاي؟ مين هاي البنت؟ أنا ما بعرف عمي، أنا أول مرة بشوف هاي البنت بحياتي.